ونقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية تحيات جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد إلى فخامة السيد هيلي مريم ديسالين رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا، وتمنياتهم له وللشعب الأثيوبي الصديق بدوام التقدم والازدهار وبالتوفيق والنجاح لأثيوبيا في رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام. جاء ذلك خلال مشاركة معالي وزير الخارجية في المؤتمر الدولي للمانحين.